على طول الطريق الرابط بين مسجد المغرب وساحة بن عباس سارت مسيرة ميثاق الحراطين، ووسط الحضور الجماهيري ردد الرجلون شعارات الحرية والكرامة. ومن رحم مطالب الشريحة في الميثاق حفر هذا اليوم في ذاكرة التاريخ وفق المنظمين. إن هذه الوثيقة الرائعة لتداعيات التضامن الوطني المعبر عنها بمناسبة ذكرى الأولى بهذه الوثيقة الاجتماعية، سيتم حفرها في ذاكرة التاريخ. وربما لم تعد ثنائية الحرمان والتهميش تعني شريحة الحراطين فحسب، فالقضاء على هذه الثنائية نماء لموريتانيا وتماسكا لطيف ألوانها العرقية المتعددة. هذه المسيرة معدلة مناسبة صدور ميثاق الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية للحراطي، وجميع الموريتاني اليوم يالله يجوا ياك يساندوا الميثاق ويوقفوا معاه إلين هذه الشريحة تقبل كامل حقوقها والمواطنة الكاملة في بلدها على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية، بأن دولة ما فيها المواطنة الشاملة لجميع أبنائها لا خير فيها. من رحم المعاناة سارت المسيرة المساندة لميثاق الحراطين ومن كل الطيف السياسي الموريتاني باستثناء المقاطعين، شكلت الذكرى الأولى للتوقيع على وثيقة تحل مطالب الشريحة والوطن وفق البعض. موريتاني محتاج للتضامن الاجتماعي وللنهوض وللنمو، يا الله تم يتضامنوا مع هذه المطالب ويمشوا معها به اللي في تحرير هذه الشريحة، تحرير كل الشعب الموريتاني وفي بقائها في التخلف، بقاء موريتانيا كاملة في التخلف. انقضاء المسيرة وتعدد الخطابات وتفاعل الحضور على أهداف المسيرة لم يكن إلا حدثا لسلسلة مستجدات قادمة وفق المتحدثين. تخليدا للذكرى الأولى لما بات يعرف بميثاق الإحراطين، خلدت هذه الذكرى بحضور سياسي كبير وحتى جماهيري، لكن هل هذه هي الذكرى الأولى والأخيرة أم أن السنوات القادمة ستشهد نفس الاحتفالية؟ شيخ مدين النجاشي، الساحل تيفي، من ساحة بن عباس.